باشمهندس عمرو، يعني شايفين تنسيق كبير، وزارة الخارجية، غرفة صناعة الإعلام، الوكالة المصرية من أجل الشراكة للتنمية، شايفين المجلس القومي للمرأة، جهود كبيرة. هنقول الجهات السيادية في مصر ومؤسسات الدولة بتعملها النهاردة لتوصيل الرسالة لأفريقيا وللعالم كله. دور حضرتك غرفة صناعة الإعلام كانت بترغب إيه الهدف النهاردة من هذا المؤتمر، إنها تحاول إنها توصله لكل هؤلاء السيدات الرائدات في مجال الإعلام الأفريقي؟ الغرفة طبعا متشرفة زي ما مايا هانم لسه قالت دلوقتي بهذه الشراكة الفريدة بين المؤسسات المشاركة في هذا العمل. وأحب بس أزود على اللي هي قالته، كرجل بقى مصري أقول لها إن المرأة المصرية، مش هقول زي ما سيادة الرئيس بيقول عينينا، هي طبعا عينينا، والمرأة المصرية القوية، المرأة المصرية المتحركة الديناميكية المشاركة، لما تكون موجودة في دولة زي مصر معنى كده إن دعائم هذه الدولة دعائم قوية، وأن مصر في طريقها الصحيح للتقدم. السيدة بتمثل 50% من هذا المجتمع، ومعنى أن سيدات مصر متمكنات ونديهم التمكين السياسي والاقتصادي وإلى آخره، الاجتماعي وإلى آخره، في العمل وفي الحياة العامة وإلى آخره، معناه أنك أنت بتقول أن هذا الشعب متفتح وأن هذا الشعب مستنير. غرفة صناعة الإعلام دلوقتي باللي أنا قلته قلش كده. كلنا سعداء طبعا، المرأة لها قوة ناعمة ولها يعني شايفين أنها ما شاء الله النهاردة بقت قاضية وبقت وزيرة النهاردة، وزيرة ومتكلمة ورائعة في الكلام ومثقفة، هي بنتي وبنتك وهي أمي وأختي وكل حاجة يعني. النهاردة غرفة صناعة الإعلام حضرتك وجهت رسالة قوية النهاردة، عايزين نعرف أهم ما جاءها في هذه الرسالة لكل هؤلاء الرائدات الإعلاميات في أفريقيا. الرسالة إن إحنا كونتيننت أو يعني قارة كبيرة ليها موارد ضخمة جدا جدا، وفي عالم في فكرة العولمة هي السائدة. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي في حاجة اسمها تشابك للمصالح، في اعتمادية دولية مشتركة، فإحنا لازم نتكامل مع بعض، لازم نبقى قوة مع بعض، بنستفيد من كل هذه الموارد البشرية والمصادر المعدنية والاقتصادية إلى آخره، بحيث نحن نتكامل في سلسلة اقتصادية قوية مصرية أفريقية. ده الإعلام له دور فيه. الإعلام دوره ان هو بينقل رسائل الاستنارة والإنارة. الإعلام دوره ان هو يعمل سبوت لايت، ان هو يوضح التحديات اللي بتواجه هذه الدول، انه ينقل رسائل حقيقية قائمة على فقه الحقيقة والمصارحة والمهنية للشعوب الأفريقية والشعب المصري، عشان نتكامل مع بعض، عشان نعمل مع بعض، عشان نقدر نتعاون مع بعض بشكل جيد، ونتقدم كلنا وحدة واحدة مع بعض. دي الرسالة بوضوح.